عنا في اشي هعملها وما هعلن عنا، ما ضروري حدا يعرف انه عملتها، بس الاشياء الظاهرة يلي حد مبين انه عملتها عندكم والخاري وهيدا الجرح، وعبالي هيك قلب شفتي عجد قلب انه من ورا هيدا الجرح قلبت انا شفتي وضل الجرح وما قلبت. فهلا قال لي دكتور توني انه في تكنيك جديدة رح تنعمل، كمان رح نعملها. بدي احكي لكم شوي عن عملية التجميل وشوف شو عندكم اسئلة واطرحهم على الدكتور، فخليكم كتار لا تسألوا اي سؤال بدكم اياه، حوصل لعنده ونفتح لايف نص ساعة ونتحدث. فاللي عندها اي سؤال بخصوص التجميل فيها تبعت لي هلا على الدايركت مسج السؤال تا وقت اكون وصلت دغري اقرا الاسئلة، لانه مثل ما افتح بس لايف نص ساعة مش اكتر وحجاوب عنا بوقتها، لانه يمكن بعدين كنا عملية وما الي خلق ابدا جاوب على سؤال. ساستغل الفرصة، اي استفسار اي سؤال عندكم يا ما عليكم الا تبعتوا لي على الدايركت مسج انستغرام وانا راح اطرحه على دكتور توني. على فكرة دكتور توني من أشهر الدكاترة بلبنان يلي بيعملوا دزدوز حلوة، غير إنه شغلهم حلو كمان. حتشوفوا، ما كتير حأحكي، أنا بهمني النتيجة أكيد، مثل ما أنتوا كمان حتشوفوا قبل وبفور وآفتر. لا بدي فرجيكم المستشفى الخصوصي تبع دكتور توني، دي حلوة كتير حبيت، يعني مجرد هاي احنا اجينا هون. دكتور توني عم بشرح لي شو بده يعمل ابن خاري. هيدا جرح غلط ينعمل، هي شقلت هيدا الجرح اللي كل رفقاتي عملوا مثله، كلنا عم نعمل هلا من نفس المشكله، كيف نخبليه ونشيله؟ العملية فيها تنعمل من دون جرح، شيء اسمه ليب اب عم بعمله اللي هو بقطبة بتاخذي النتيجة الزرقاء. الجرح القديم كيف؟ الجرح القديم بدي ارجع صالح، بدي ارجع امحيه. والمنخار حنشتغل هون؟ رح نشتغل بالتب بنرفعها، نشغل شوي التب بنوقفها ونخفف الكارتيلاج الموجود. حتكون منخار حلو. بس دخيلك بدك ما بدي اياه هيك روتروستي؟ لا منه روتروستي ولا كيرف، يعني بيكون هيك سلايتلي كيرف شوي مبروم لحتى ما يبين طويل. وجالس. طيب دكتور توني كيف بدي اعمل عيوني هيك؟ فينا بهذا الخيط الجديد اللي هو بيفتح العين بيفتح الحاجب نعمل بقلب الشعر، يعني ما في شيء برا ولا جرح، بوجهك بس الخيط قادرين نرد هالمنطقة لورا من دون ما نعلي الحاجب. يعني بيفتح العين شوي. انا ما بدي ارفع الحاجب، انا بدي عيني هيك تصير. ايه هي بترد لورا بواسطة هذا السرد الجديد. وبنعمل بقلب الشعر، يعني كأنك نفس الشيء كيف طلعت الشعر بتشدي وبتربطيه، نفس الشيء. طيب جسمي شو بدك تعمل بجسمي؟ له دور. لكن صبايا حطيت لكم اكونت دكتور توني، فيكم تفوتوا تحضروا وتشوفوا كل شيء عملوا. بالاضافه كمان بدي اخبركم انه دكتور توني عنده كلينيك خاصه له بدبي، رح يكون متواجد ان شاء الله قريبا جدا، رح احط لكم الديت. بعيادته الخاصه بدبي فيكم تتواصلوا معه كرمال الخيوط او كرمال الفيلر او كرمال البوتوكس او كرمال العمليه. جد أنا بخاف من القبر، دكتور غير شعير. لا شعير. يا مين لازم أسأل؟
كويسه وبدل خيره، لان ما عجبني انا صراحه يعني الكواليتي التصوير اللي هنا فيها يعني الصوره بالذات وبدل خيره، لان ما عجبني انا صراحه يعني الكواليتي التصوير اللي هنا فيها يعني الصوره. دكتور المادة اللي عم نحقن فيها المؤخرة كل العالم عم تسأل عنها، شو هي المواد اللي بتستخدمها لتحقن المؤخرة؟ لأنه كل العالم سألوني عن الابتياز صراحة. الأهم شيء إنه ما نحقن بيرمننت، بيرمننت منه منيح لأنه بجمع بكابتل وبيعمل انفلاميشن، بيعمل التهابات، بيعمل تشويه بالنهاية، لازم نحط دواء بدوب. الدواء اللي بنستعمله معترف فيه عالميا على فكرة. من قبل ما اجي لعندك كل العالم بتسألني انه شو بحط دكتور توني؟ ايه هو دواء مخصص طلع له الاسم ولا لا؟ سير؟ لا ما له الاسم التجاري يعني. طيب اوكي، ودكتور رجعوا سألوني عن هذه العملية، شو اللي انت بتعملها كرمال ما يبين جرح؟ انا بعمل شيء اسمه ليب اب، يعني نقص يعني شايف القص بيترك تشعبه، وانا كنت على طول انتبهوا ما تقصوا هون لان مع الوقت بده ينزل، لانه في على طول تندنسي انه ينزل السكن الجلد الزول بده يبين الجرح. انا سبايا يلا حنطلع لايف، قررنا انا والدكتور انه نطلع لايف لنشوف شو بدكم تسالونا. سبايا يلا حنطلع I don't know.